عندنا صنفين، صنف ابن حرام وصنف ابن حلال. فابن الحرام اللي بيعذب الست قبل ما يعذب الست، سيبك من الست، الست دي انت اتجوزتها طلقتها خلاص مش فارقه معاك، انت بتعذب ولادك، ولادك مش عايز شايفهم لابسين لبس قديم، ما بياكلوش اكل حلو، ما بيدفعوش مصاريف المدارس، ما عندهمش فلوس يدفعوا مصاريف الدروس، ما عندهمش فلوس للعلاج، لو حصل موقف لبنتك او ابنك ما عندهاش فلوس تقدر تعمل الكلام ده. فانت هتكون ابن حلال ولا ابن حرام، لك حرية الاختيار بقى. في انا هنا اختار اكون ابن حلال، فانا هبعت وهروح، ولو احتاج ابني او بنتي حتة من لحمي او روحي كلها هديها له، لان انا ابن حلال وربنا وصاني. كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعاياكم، ماشي؟ قال لك الراجل، ما قالش الست. لما نيجي بقى انت ابن حرام، هترمي ولادك. ما مش ابن حرام ان انا بشتمك، انا ابن حرام عشان هي صفه بقت فيك. انت ممكن قدام الناس بره تحسس الناس ان لا، وهي وانا ببعت، لكن ما بينك وما بين نفسك وقدام عز وجل فوق عارف ان انت لا بتبعت ولا بتعمل ولا بتسال ولا اي حاجه. فهنا بقى لما يتقال ان الست هنا، وفي ستات شايله مصاريف ولادها وبتشتغل بدل الشغلانه اتنين وتلاته واربعه عشان تكفي بس مصاريف ولادها، ولما تروح للراجل تلاقيه بياخد مرتب اقل حاجه 5000 جنيه، خلينا نلعب في المرتب 2000. طيب 2000 جنيه اديهم لولادي وربي ولادي كويس جدا 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 جدا، ولا اروح اتجوز واترمي في حضن واحده تانية؟ انهي الاحسن؟